السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر الأستاذ رضا أبو كنب على الدعوة الكريمة، وبشكر السادة الفضيلة الممثلين. أقول قصيدة، هما اتنين مختلفين عن بعض، يا ريت لو تسمحوا. قصيدة بعنوان تحية للزمن الجميل. بقول كل حاجة في الزمن ده بدت غريبة، نفاق وغدر، جراح وهجر، ووداع يا طيبة. الزمن ده الكام بكام، فايدة بفايدة، والعزيز بيقلب عزيزة، كله جايز. بس عايز افكرك ان الجنيه اصبح بريزة. الزمان ده شيء غريب، واللي يعيش وسط الديابة لا يكون ضحية لا يبقى ديب، بس يتعلم لغات، ومش لغات كيف ولماذا. دنجة دنجة وبشياكة، الدنيا حلوة وفي اللذاذة. يعني ايه معنى اللذاذة؟ شيء لذيذ. طول حياتك شفت ديب بينهشوا في لحم المعيز. الزمان ده كله جايز، كله عادي وبالتراضي، المحكمة مش مرتدادي، كله عايز يبقى فايز. بس عايز اسألك، هو الزمان ده اسمه ايه؟ زمن الجنيه؟ تقدر تقول اسماء كتير، يكفينا فخر ان زماننا الزمان ده بقى اسمه الزمن الجميل. ايوه زماننا كان جميل، كان فيه أدب، فيه احترام، فيه الرجولة جدعنة، وفيه رومانسية كمان. سعدية بتحب إبراهيم أصل إبراهيم ابن الجيران، فوق السطوح ويا العصاري تلقاه بيوكل الحمام، وسعدية بتغم الغسيل والضحكة مليان أحنان. إحنا زماننا كان جميل، زوما وطلو، عبد الوهاب نجاة وشادية وعبد الحليم وردة وفريد وجول وزيه، أسماء كتير. إحنا زماننا كان جميل، كان فيه قواضي وفيه علم، ولاد بلد ومعلمين، هلاديلة بتشد الهمم، وتقوم ويمسح على الجبين، واللقمة بتغمسة بعرق، واللحمة في العيد الكبير. بس زماننا كان جميل، كانت الصبايا متخشمين، لابسين عباية وتوب ملس، دلوقتي لابسين بناطيل ومعلقين خرزة وجرس، من حد جالها رايحة فين تقول له اقرأ انخرس. قولوا لي ليه الحال انقلب، والمجتمع أصبح غريب، رجالة بس على الورق، يا ميت خسارة وألف عيب وفم مش تفهم غلط. صدقني أنا مش قصدي عيب، أنا قصدي أقول إن الزمان هو الزمان. رمضان بيجي في آخره عيد، واللي في حياتهم قصروا يعيدوا حسابهم من جديد. فيه اللي عايز يعيش شمال، وفيه اللي عايز يعيش يمين. رسالة وفي آخر الكلام تحية للزمن الجميل، تحية للزمن الجميل. القصيدة الثانية بعنوان ما بين السادية والتوبة. بقول كتبت اسمك على مرايتي، واليوم شفتك ضحك سني، أنا عاشقك ومعشوقك يا ساكن القلب والنمي. أنا مش تحت حدوثة، ده قصة حب مربوطة ما بين السادية والتوتة، ويومها زجزج الجمري. أنا فاكر ومش ناسي، ده عملتلي بإيديها سلام، وقال لي عقل دي هي بشوفها تملي في الأحلام. وفجأة لقيتها تناديني تعالى عشان تعديني، وكان الجيب ملان مية، ورحت عشان أعديها، فلما مسكت إيديها فعدتها بحنية. صباح الورد والياسمين، صباح الفل يا صبي. ولما عينيها بصتلي ما حسيتش برجلي،
جريت يومها في عينيها كلام وحسيت انها مبسوطة، فقلت الاسم والعنوان والمشروطة محطوطة، يا جايدة شوقي في الأحلام وتبقي بيا مربوطة. قالت الاسم والعنوان تلقاه مكتوب على التوتة وراحوا، والهوى هفى فراشة طايرة بين الأزهار. لقيتني بجري على التوتة وخدت التوتة بالأحضار، وأول حرف مكتوب نون، واسم أبوها عم عاشور ساكنة في جنة الأزهار. مشيت روحت أنا عالدار، لنا قاعد ولا قايم ولا صاحي ولا نايم، بقيت محتار. وأمي هي هرشاني بجوة اللفة برماني، قالت تعالى يا غالي باين عليك يا وقت البيت، تعالى قول لي مين هي واجيبها لك لحد البيت. قلت لها والله يا مايا دي واحدة من بنات الحور. قالت لي والله جيبها لك لو يكلف مهرها مهور. ومن نجمة خدت طوبها وانا لبست اللي كان منشور، وخدنا بعض ومشينا ورحنا دبر على عنوان. سألنا ناس فدلونا وودونا لحد الدار، ورحت بسرعة دب الباب، فتح لي الباب راجل مترين وكان وشه بهد هدار. قال مين انتم وايه عايزين؟ قلنا له واحنا قاصدين خير. فدخلنا وقعدنا وقال تاني انتوا ليه جايين؟ قلنا جايين نشوف بنتك. قال انا بنتي مخطوبة، حدث لي فرش ساعتها بيجي 500 طوبة، وبصت امي شمال ويمين حنكها راح على الجنبين، قالت لي وش ابن عرايب ودم ودمين. قلت لها يمكن التانية يكون عنده كده بنتين، فرد وقال ما فيش غيرها ونادى عليها يا جميلة. ولما جتنا جميلة تقولش فيل بزلومة، أم دينها في سنانها وهبة شدت البوم. نهلت طلعنا على بره ورحنا سألنا ناس تانية، نروح منين لعم عاشور؟ بيقولوا عنده صبية وأول حرف في اسمها نون. قالوا هناك حدا الجامع كده مدرب تنادي البيت عليه جنين او مزروع كمان ياسمين. فرحنا هناك ونادينا صباح الخير يا عم عاشور، وهل البدر علينا يا ميت مرحب صباح النور. قلنا له احنا قاصدين خير، قال بدون الخير على الوالدين. ودخلنا وقعدنا وقالت ام الكلمتين، وبعد الشورى والمشوره سمعنا جمله زغرتين. ام لما شافت نورا قالت يا ميت صلى على الزين، وراحت قال ما حضناها وقامت خاطه زغرتين. وخد مده الكلام بينا وفرحنا ايدي في شهرين، وعشنا من السنين 30، وجبنا من الاولاد واحد، وجبنا 3 بنات امامير، وجوزنا ولدي البنتين، وبقى عندي 7 احفاد، فرح وحله ومزونه اوفا وراما وادم وزيد، اغلى من حباب العين، هما دنيتي وعمري راني فاكر، ومش ناسي ما بين الساجه والتوته ويومها زجزج الدنيا ويومها زجزج الدنيا. شكرا. شكرا مشاهدنا الكريم.